الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت اللجنة المالية النيابية أن انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق يعود لكونه خاضعا للعرض والطلب. وأوضح عضو اللجنة سجاد سالم أن سبب عدم استقرار سعر الدولار هو أنه خاضع لمزاد العملة والأوضاع العالمية والإقليمية، مضيفا أن سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في الأسواق خلال هذه الفترة هو نتيجة حصول زيادة في الطلب على شراء الدولار في السوق المحلية. أكد رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العقيلي أن إطلاق سراح المتهم الرئيس بسرقة العصر نوري زهير بكفالة مالية يعد انتهاكا خطيرا لقوانين التوقيف والمحاكمات في البلاد. وقال رحيم العقيلي إنه لا يجوز إطلاق سراح أي متهم بسرقة أي مبلغ من أموال الدولة، سواء كان بسيطا أم ضخما، بل يجب توقيفه حتى يحين موعد محاكمته خاصة، وأن جميع الأدلة ثابتة على قيامه بالجريمة واعترف بارتكابها. حذر خبراء اقتصاديون من عدم توفر تعيينات حقيقية في موازنة عام 2023 بسبب التزامات العراق مع البنك الدولي واقتراض مبالغ كبيرة من جهات خارجية. وأوضح الخبراء أن البنك الدولي وضع مجموعة من شروط الإقراض على العراق، من بينها عدم توفير تعيينات إضافية على حساب الحكومة، مؤكدين ضرورة إيجاد بدائل عن الوظائف الحكومية والتوجه نحو القطاع الخاص. أكدت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة ضرورة المتابعة والتحقق من أسعار المكالمات في كافة شركات الاتصال بعد أن لاحظ مواطنون ارتفاعها عقب تطبيق قرار تخفيض الضريبة بنسبة 20%. وقالت المفوضية إن المشاكل الفنية والمستوى الرديء لخدمة الإنترنت التي تقدمها شركة الاتصالات لا تتناسب مع خدمات الأجيال المتطورة للاتصالات، حتى بات ذلك عبئا جديدا على أفراد المجتمع. حذرت شبكة أخبار مالية أمريكية من أن العقوبات الغربية المرتقبة على النفط الروسي ستكون مدمرة حقا لأسواق الطاقة إذا فشلت الدول الأوروبية في تحديد وتنفيذ سعر سقف للأسعار. وقالت شبكة CNBC إن المخاوف من أن الحظر الكامل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، ما دفع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى التفكير في وضع حد أقصى للمبلغ الذي ستدفعه مقابل النفط الروسي. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز بأمان الله.